ضيف النهاردة على فنجان شاي، واللي اختار موضوع صعب ومتشعب إلى حد كبير، هو الأستاذ والكاتب الروائي أحمد صبري. ولأن أغلب كتاباته تميل للنزعة العلمية، فهو اختار موضوع العقل البشري، وحوارنا النهاردة عن العقل البشري المذهل. خلوني أرحب بضيف الأستاذ أحمد صبري. نور يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا أستاذ هاني، وده نورك في الأول وفي الآخر، أنت صاحب الضيافة. قبل ما نبدأ حوارنا خالص، عايزين نعرف مين هو أحمد صبري. أحمد صبري دي النيك نيم نسبة إلى أدهم صبري، وأنا صغير كنت بحب رجل المستحيل، فكانوا بيقولي دايما أحمد صبري أخو أدهم صبري، وأنا ما صدقت شبطت فيها بقيت أحمد صبري. لكن أنا اسمي أحمد محمد صبري، مواليد 87، خريج جامعة القاهرة، حاصل على بكالوريوس الهندسة دفعة 2009، وبشتغل مهندس في شركة معدات، ومتزوج وعندي 3 أطفال زينة ويحيى ويارا، وطبعا مصري جنسية. قول لي، ليه اغلب كتاباتك بتميل للرؤيه العلميه، رغم ان النوع ده من الكتابات جمهوره اقل بكتير من اصناف اخرى زي الادب الرعب مثلا او الاساطير او ما الى ذلك؟ الخيال العلمي حاجه كبيره جدا، حاجه واسعه جدا، حاجه ملهاش حد. يعني هقول لحضرتك حاجه، الانسان فيزيكالي هو عباره عن جسم وعقل. اي انسان في الدنيا ممكن تقدر تقول او تحدد اقصى سرعه يقدر يجري بيها واقصى حمل يقدر يشيله، طبيعي. لكن الانسان البشري عنده حاجه ملهاش حد في القدرات، وهو العقل. ما بالك بقى لما تيجي تتكلم على العقل البشري للبشريه بشكل عام، مالوش افق، مالوش حدود. عشان كده دايما الخيال العلمي بيستهويني، مفتوح وواسع وفيه كل انواع الزوايا، على عكس بقيه الفئات الاخرى في الكتابه، مثلا زي الرومانسي، زي البوليسي، زي الرعب، زي الفانتازيا. كل حاجه من دول ليها اول وليها اخر وليها حد، الا الخيال العلمي مالوش حد. يعني تقصد ان تيمة الخيال العلمي في حد ذاتها هي قماشة عريضة جدا وخامة خصبة لأي كاتب؟ مش بس لأي كاتب، ده قماشة عريضة وخامة خصبة للقارئ نفسه. القارئ نفسه هو بيقرأ خيال علمي، خياله بيشتغل. انا هقول لحضرتك حاجة، بضربها دايما مثال للكتاب اللي عرفهم. ليه دايما القارئ لما بيجي يقرأ رعب ما بيسألش أسئلة كتيرة، ما بيتجاوبش معاه باستفسارات على قد ما هو بيتلذذ بيه؟ ليه؟ لأنه هنا بيتلذذ وبيستمتع بالرواية وبس. لكن هات لي كده قارئ يقعد يقرأ رواية خيال علمي، لو ما طلعش من الرواية دي بما لا يقل عن سؤال في كل صفحة أو سؤال في كل فصل، يبقى أنا ما مش فاهم حاجة. ليه؟ لأن الرواية نفسها بتستفزه وبتشغل خياله. ما بالك بقى لما يكون كاتب بيتلذذ بالخيال العلمي؟ تخيل كمية الأسئلة والاستفسارات اللي هتيجي في عقله، وكمية الأبواب اللي هيطرقها، وكمية الخامة اللي هتطلع من تحت إيده. فكلامك صحيح تماما، خيال علمي خامة خصبة وقماشة ناعمة وواسعة، تقدر تحول أي عمل وتقدر تدخل في كل نواحي الحياة. طيب تعال نخوض أكثر في البحر العميق اللي أنت أخترته، ونتكلم عن تقسيم العقل بالنسبة للعلماء. العلماء قسموا العقل إلى عقل واعي وعقل باطن وعقل لا واعي، وهنا بيظهر تضارب عند بعض الناس باعتبار أن العقل الباطن هو العقل اللاواعي، في حين أنهم مختلفين عن بعض. فإذا كان العقل الواعي هو المسؤول عن الوعي والمعرفة والتفكير والحكم، وله القدرة على التخيل والتمييز والتقدير، ومسؤول عن معالجة المشاعر والانفعالات واتخاذ القرار، فالعقل الباطن هو التفكير الخفي، وبيقع أسفل مستوى الوعي مباشرة، وهو مسؤول عن تخزين ما يدركه العقل الواعي. أما العقل اللاواعي فهو المخزن العميق لكل صغيرة وكبيرة تمر في حياتنا، هو مستودع الذاكرة الدفين لكل شيء، سواء انتبه له العقل الواعي أو لم ينتبه. إيه رأيك في الكلام ده؟ وإيه رأيك في تقسيمة العلماء دي؟ والله هي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بالنسبة لي يمثل معلومة جديدة ومعلومة قيمة، وأنا كنت بفهمها دايما بشكل يعني مختلف شوية، وهو إن العقل بينقسم لعقل واعي ولا واعي. لكن قصة بقى إضافة كمان العقل الباطن ده أضاف لي بصراحة معلومة جديدة، فأتفق معاك في موضوع العقل واعي، وأتفق معاك وأشكر على المعلومة الجديدة. في روايتك يا أستاذ أحمد، رواية قبة الحياة، اتكلمت عن بطل الرواية وهو عالم ابتكر جهاز معين. يا ترى بتفكر في يوم من الأيام إنك تكتب رواية بتتكلم عن العقل وتخوض في أغوار العقل والبحر العميق اللي أنت اخترته كحوارنا النهاردة؟ والله يا أستاذ هاني يعني لا، حتى الآن ما
فيش نية أو ما كنتش فكرت إن أنا أكتب رواية كاملة عن العقل البشري وعن حدوده وإمكانياته. يمكن فكرت في روايات تانية قريبة شوية من حاجات زي كده، بس كلها شبيهة باختراع أو بابتكار أو بعلوم الفضاء، لكن رواية كاملة عن العقل البشري فكرة جديدة جدا. أنا حابب أسأل حضرتك، يمكن حضرتك بسم الله ما شاء الله عليك عندك ثقافة كبيرة، ويعني قريت يعني ألباب الكتب يعني، وقريت لكتاب كبار، هل في حد كتب في حاجة زي كده؟ وشكرا بجد ان انت نوهتلي او نبهتني حاجة زي كده، ليه لأ ما اكتبش رواية كاملة عن العقل البشري يكون العقل فيها هو البطل، ليه لأ؟ هي مش فكرة جديدة بقدر ما هي فكرة تخوف. وكتير قلنا قبل كده اننا مش محتاجين افكار عظيمة، لكننا محتاجين معالجة عظيمة. طيب، قلنا دلوقتي ان العقل قسموا العلماء الى عقل واعي وعقل باطن وعقل لا واعي، ورغم ان البعض انكر وجود العقل اللاواعي واعتبره مجرد افكار افتراضية فلسفية، الا ان البعض الاخر ذهب لما هو ابعد من ذلك، وقال بوجود ما يسمى بالوعي الجماعي او الوعي الكوني، وهو مكتبة من الذكريات والاحداث والمعارف اللي بتتشاركها كل الموجودات، وكأنها ذاكرة الحية للخلق أو عقل واحد كبير يحتوينا جميعا. لكننا مش بنقدر ندرك الكيان الكبير ده بشكل مباشر، لأننا في حالة وعي تحول دون ذلك، بمعنى أن جميع العقول الفردية هي أجزاء من عقل عظيم بيعمل على توصيلها جميعا ببعضها بطريقة أو بأخرى، بيسجل الخبرات والذكريات والمعارف الفردية ويلهمها للآخر، وبيحصل ده دون تدخل أو إدراك من العقل الواعي. الحقائق والنظريات دي ألهمت كتير من العلماء والباحثين، منهم عالم البيولوجيا البريطاني روبرت فيلدرايك، واللي قدم واحدة من أهم النظريات في هذا المجال وأكثرهم شعبية، وهي نظرية الحقل المورفولوجيني. قال شيلدرايك إن الدماغ ليس مكان وجود للعقل، لكنه مجرد قناة تواصل مع العقل في إشارة منه للعقل العظيم. باختصار قال إن عقولنا ما هي إلا أجزاء من عقل كبير غير مرئي. تفتكر إن دي إشارة لله سبحانه وتعالى؟ يعني شيلدرايك بيشير بشكل أو بآخر لوجود عقل كبير هو ربنا سبحانه وتعالى، وإننا جزء منه. يعني أنا هرد على حضرتك بكلمة واحدة أو آية واحدة بتقول وعلم آدم الأسماء كلها. خلينا نفترض إن حضرتك أو إن شخص ما أنجب طفل، أخذنا الطفل ده من الشخص ده ورحنا بيه في أبعد مكان قارة القطبية الجنوبية، واهتمينا بالطفل ده عن طريق التغذية يعني، لكن من غير ما حد يتكلم معاه ولا يصدر له أي صوت. ثم الطفل ده بقى عنده مثلا ولنفترض 4-5 سنين، هل أنت حضرتك متخيل إن الطفل ده لما نقدر أو لما نرجعه تاني لبيئته الطبيعية ونوري له التفاح مش هيعرفها؟ هيعرف، هو ممكن ما ينطقش اسمها بس هو عارف إنها تفاح. لو وريته البيت هو عارف إن ده بيت، لو وريته القلم هو عارف إن ده قلم، لو شاف اي حاجه هيتعرف عليه. هو ممكن يكون مش هيقدر يتكلم، ممكن يكون مش هيقدر يعبر، لكن هو قادر يتعرف على كل حاجه. ليه؟ ادم هو ابو البشر وعقله هو ابو العقول، فربنا سبحانه وتعالى وضع البذره فيه كامله. اتفق معاك تماما، ربنا سبحانه وتعالى وضع بذره العقل فينا جميعا منذ خلق سيد ادم، واحنا اللي علينا نطورها. علشان كده انا حابب ان انا استغل الحوار اللي احنا فيه ده، واستغل اللقاء الجميل بيني وبين حضرتك، واقول للناس 5 خطوات، وهي نصيحتي عشان تهتموا بقول، نصيحتي عشان اقولكم تبقى اقوى وتبقى افضل وتستفيدوا منها وتستغلوا قدرات. نصيحتي هتكون من 5 خطوات: تأمل، القراءة، الغذاء السليم، الرياضة، والتجديد. 5 حاجات لو اي حد اهتم بيهم هيوصل عقله لاماكن ابعد من اي حد هو كان متخيله، هيقدر يحقق لنفسه نجاحات شخصية وعملية واسرية وكل حاجة، حياته هتتغير. التأمل لازم ندي لعقلنا بشكل يومي 5 دقايق 10 دقايق. اقول لحضرتك حاجة، ايه رأيك ان الصلاة تعتبر من التأمل؟ لانك بتتكلم مع نفسك وبتقرأ قرآن وبتقول ادعية لحد مش قدامك، فهو يعتبر انه من وقت التأمل. القراءة لازم نقرأ يا جماعة. ايه الفرق ما بين القراءة والراديو والتلفزيون؟ ما هو ممكن لو في عمل مثلا معمول فيلم يكون متاح مثلا على هيئة رواية، ويكون برضو متاح على هيئة عمل اذاعي. طب ما هما التلاتة زي بعض، ليه بقى ما تفرجش على التلفزيون وخلاص؟ لسبب واحد بس، حضرتك لما تتفرج على التلفزيون انت شفت وسمعت وحسيت الكلام صح، فهو استغل فيك 3 حواس. طب لو عمل اذاعي يا راديو هتسمع وتحس، يبقى استغل فيك السمع والعقل. هنا بقى انت ما انت شايف حاجه، فانت عقلك هيبتدي يشتغل مكان عينك فيبتدي يتخيل. طب القراءه مفيش لا سمع ولا 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 بصر، انت بتقرا بس بتشتغل عقلك. فالقراءه بتديك مجال اللي انت تتخيل الاصوات دي طالعه من مين، والحركات دي مين بيعملها، والاحداث دي شكلها ايه. فالقراءه بتفتح لك مجال للخيال واسع، حتى لو نفس العمل ده اتنفذ بشكل عمل اذاعي او اتنفذ بشكل عمل تلفزيوني. واسال حضرتك السؤال ده، اكيد حضرتك مر عليك بعض الاعمال الكتابيه الادبيه اتحولت لافلام، هل نفس قدر المتعه انت شفتها في العمل وهو على هيئه فيلم، ولا القراءه امتع
كتير، ولا العمل الاذاعي مثلا احسن من الاثنين؟ طبعا انا مش يعني هنتظم لحضرتك الاجابه على السؤال ده، وبعديه هقول لحضرتك اجابتي انا بقى على نفس السؤال. كلام سليم جدا، وبؤكد على كلامك بأن الصلاة في اعتقادي هي أعظم رياضات التأمل اللي بتسمو بالروح وبالعقل. وبالنسبة للأعمال الأدبية، العمل الأدبي المقروء هو له متعة خاصة، ولو تحول إلى عمل مرئي فله متعة تانية. لكن في اعتقادي الشخصي أن العمل المسموع الإذاعي هو أعلى درجة من درجات التخيل. أنت بتسمع حوار بين اتنين ولكنك مش عارف الحوار ده بيدور فين ولا إيه ملابسات الحوار ده، وعقلك هو اللي بيبني الصورة الكاملة بعد. الدرجة الأعلى منها طبعا هي القراءة، ولكن لو احنا بنقارن بين الرؤية او بين العمل المرئي والعمل الاذاعي، تفضل الاذاعة دايما هي مصدر خصب للخيال. وما ننساش اصلا كمان ان الاذاعة مصدر خصب للذكريات الجميلة. مين فينا ما ترباش على اذاعة القرآن الكريم؟ مين فينا ما ترباش على اغاني ام كلثوم عبد الحليم في الاذاعة؟ مين فينا ما ترباش على اذاعة مصر واذاعة الشرق الاوسط؟ ذكريات جميلة الصراحة. بشكرك طبعا ان انت يعني اديتني رأيك في حاجة زي كده كنت حابب اسمعها منك، واكمل لبقية الخطوات او النصايح اللي انا حابب اشارك الجمهور بيها، زي ما تحضرك التأمل، القراءة، الغذاء، الرياضة، التجديد. تالت حاجة الغذاء، زي ما قلت لحضرتك العقل بيستغل او بيستخدم 20% من طاقته او من طاقة الغذاء اللي انت بتديها لجسمك، يعني بمعنى اصح اي وجبة حضرتك بتاكلها العقل هياخد منها 20%، فلازم نختار اكلها كويس، لازم نهتم باكلها. بعد كده طبعا الرياضة، الرياضة يا جماعة مهمة جدا، مش بس لجسمك، لعقلك. واخر حاجة بقى اللي انا سبتها لنهاية الخمس نصايح هي التجديد. وهقول لحضرتك حاجة، ممكن الموضوع ده ممكن ما يكونش في حد فتحه كتير، انا شايف ان التجديد هو اهم من كل اللي انا قلته ده. التجديد مهم جدا، كل ما هتجدد اسلوب حياتك هتجدد طريقة معيشتك، كل ما عقلك هيستفيد وعقلك هيركز اكتر. فالتجديد يا جماعه، جددوا من حياتكم، جددوا من طريقه رايتكم، جددوا من حاجات اللي بتقروها، جددوا في ايات اللي بتقروها في الصلاة. كل ما هتجدد حضرتك اللي هتستفيد وعقلك هيستفيد وعقلك هينتبه احسن وافضل باذن الله. بلا شك ان موضوع العقل اكبر من انه يتم تناوله في دقائق، لكن اسمح لي احيي اختيارك لموضوع العقل وانه يكون محور الحلقه. وبما اننا اقتربنا من النهايه، هل في شيء حابب تضيفه؟ حابب طبعا اشكرك استاذ هاني على اللقاء الجميل ده. الوقت عدى بسرعه، انا مش عارف احنا بعدنا قد ايه دلوقتي. واقول لكل الناس يعني تموا بعقولكم، هي كنزكم وسلاحكم، وهي اعتقد اغلب نملك. يجب علينا ان نستغل العقل وان نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه العظيمه اللي اهداها الينا، ويجب علينا ان احنا ما نسيبوش مهمل، ما نسيبوش يضيع. الأستاذ أحمد صبري، أنا حقيقي استمتعت بالدردشة معاك، وقبل ما نختم كلمنا عن مخططاتك وأعمالك الروائية القادمة. حاليا أنا شغال على كتاب تبسيط ثقافة، وهو ده التجديد بقى. حضرتك طبعا عرفتني من خلال الروايات، بس أنا قررت إن أنا أعمل حاجة جديدة. كتاب تبسيط ثقافة بيتناول معلومات ثقافية، بيتناول معلومات علمية، لكن عن طريق حوار أو عن طريق حواري ما بين صاحب المعلومة نفسه. أنا كأحمد صبري مش هتكلم عن حد. لو عايز أنقل لحضرتك معلومة عن الشمس، الشمس هي اللي هتتكلم. لو عايز أنقل لحضرتك معلومة عن الجراثيم، الجراثيم هي اللي هتتكلم. لو عايز أنقل لحضرتك معلومة عن الأسود، الأسود هي اللي هتتكلم. دي الحاجة اللي أنا شغال عليها حاليا. أما الحاجة اللي شغال عليها لكن في المستقبل ان شاء الله القريب باذن الله، يعني اتمنى ذلك من ربنا، روايه خيال علمي وفضاء باسم حشره تغزو الفضاء. دي هتكون روايه برضو فيها فكره عظيمه جدا، وهتكون باذن الله برضو فكره جديده، وزي ما انت قلت دايما او زي دايما ما انت علمتنا، هيكون فيها معالجه جديده وزاويه جديده، لان يعني روايات الخيال العلمي وروايات الفضاء تعد بالملايين يعني. فاكيد ما فيش فكره هم ما ناقشوهاش، لكن ان شاء الله انا هعمل روايه باذن الله تكون فيها معالجه جديدة خالص، وفيها نظرة جديدة للفضاء والكائنات الفضائية وللحشرات، لان هي اسمها حشرة تغزو الفضاء، فواضح فيها ان الحشرات هتكون قوية شوية وجديدة. ومتشكر ليك تاني على اللقاء الجميل. فكرة جميلة جدا ما شاء الله، ارجو من الله التوفيق لك في كل خطوات، وشكرا يا استاذ احمد على وقتك. وشكرا لكم الاعزاء المتابعين، اتمنى تشاركونا برأيكم بخصوص موضوع الحلقة في التعليقات على يوتيوب، واللي هنتابعها وأفضل التعليقات هندعو أصحابها يشرفونا في حلقات خاصة مجمعة. لو عجبك اللي احنا بنعمله اعمل اشتراك في القناة علشان تتابعها، وفعل علامة الجرس علشان يوصلك إشعار بالجديد. ولو حابب تشارك معنا أو تكون أحد الضيوف كلمنا، وسائل التواصل في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.